كنا نايمين في أمان الله، وفجأة القصف علينا بشكل جنوني كان علينا. فالناس يعني كانت حتى نحتملية إنه الواحد إنه ينجو 1% تقريبا، فالناس كلها شردت. يعني جل الإسعاف أخذنا وطلعنا معاه. فأنا لما خلت من البيت فكان أول هدف رئيسي ناخذ اللابتوب معاه، لأنه جميع المحاضرات كانت على اللابتوب. ولما إحنا بيصير القصف فإيش طبيعي نحن نجي على المدارس، لأنه هذا بيعتبر الملجأ أو البيت الثاني إلنا نشعر بها في الأمان يعني. والله أنا بفكر في المستقبل أن أكون دكتور ناجح في مجالي، أكون كاتب مؤلف كتب، هذا اللي أنا يعني حلم المستقبل.